بدي زياد برجي المواطن. ما بدي فوتك بلعبة الأسامي والسياسيين والأحزاب وما بدي فوت فيهم. واحد كم وقع أنا بشو؟ بهيدول الأمور ما بعرف فيهم. تعلمت من كيسه. مشان هيك ما رح فوتك ما رح فوتك فيهم زياد. بس بدي أحكيك بشأن عام. بعد تقريبا كم يوم، أسبوعين أو ثلاث أسابيع، بينتهي عهد الرئيس عون. بدي كلمة من زياد برجي المواطن لفخامة الرئيس ميشيل عون. شو بتقول له؟ رئيس دولتي. شو بتقول له؟ عهدك كان شو؟ ما خصني. إيه؟ بحترم منصب رئاسة الجمهورية. أكيد. وإذا عندي رأي تجاهه بتقييمي لعهده، ما بعدني عم بحكيك. يا خيي أنا في ولاد بيحبوني عمرهم 12 سنة. إيه؟ إذا هلا بطلع بقول العهد ما بيسوى، طب هو بيحبوني، تبنوا اللي أنا قلته. طيب. العهد كان بيسوى؟ على القليلة ولادي. أنا بقول مش قصة عهد. ليش دايما بده شخص يحمل مسؤولية كل شيء؟ ليه دايما بده يكون بلبنان؟ على طول بدنا ننقي واحد ونحمله المسؤولية. صحيح. ليش العهد إجا لحاله؟ إجا يعني عم بيجزدر هيك ولا استقبلوه فوتوه سيارات والدنيا كلها فتحت له بابه؟ كلنا كنا متأملين بهذا العهد. وأنا طلعت استلمت ميركس دور، كنت بوقتها عامل جلطة بعيني إذا بترجعوا لها، نازلة عيني صاير معي شحات وهديت الميركس لرئيس الجمهورية. وبعدني لهلا رح استمر باحترام كرسي رئيس الجمهورية مين ما كان قاعد عليها. تقييمي للي عمله مبني على اللي عم شوفه بالشارع، أنا بحتفظ فيه لحالي. تقييمي السياسي إنه اللي عمله مبرر أو غير مبرر، انجبر يعمله، والله ما بعرف، والله بخاف من الله أحكي أنا كلام يكون هذا الكلام فيه ظلم. أنا فعلا شفت إنه هاي الفترة، عم قلها كانت أصعب فترة مرق فيها لبنان من أول ما خلقت. بحلوها كلهم؟ وإذا بدي حمد المسؤولية، بحمد المسؤولية لكل اللي كانوا مسؤولين بهذه الفترة. مش أحلى؟ برافو. أروع شيء. يعني كلهم، يعني كل واحد هلا، كل واحد نتشي، واحد بيطلع له هالقد، واحد بيطلع له هالقد، كل واحد نتشته، واحد بيحط عليها بيغطيها بهالقد، بيقول لك سيسيو لا باتي، كل واحد عنده البوزيشن تبعوله، سيسيو لا باتي بروليه دو لا تارت كومي بلوس دو سوكر. دائما المطارح بتلاقيها محلية يشك فيها. فنحن بنقدر ناخذ نتيجة ونستلخص مين كان مسؤول عن شقفة أكبر من هيدي التارت ومين غلطان أكثر. بس تو بي فير لازم الثمن اللي عم بيدفعه الشعب اللبناني مسؤولية كل اللي كانوا موجودين بهيدي الفترة.